بيصادف هالشهر اليوم العالمي للعائلات أو International Day of Families. من هون بحب وجه تحية لجمعية بسمة يلي صار لسنين بتهتم بالعائلات المحتاجة. وانتو بتعرفوا أهمية العائلة خاصة بمجتمعنا اليوم. ولكن الظرف الصعب يلي كلنا عم نقطع فيه عم بيخلي هالعيال ولا حتى يقدروا حتى يأمنوا أبسط الاحتياجات وهي الأكل. كرمال هيك كتير مهم انه نعطيهم food donations لحتى يقدروا على القليل يضلوا واقفين على اجريهم.